انا قاعد نشوف في الكهرباء نتاعك ما شاء الله، يعني نظيفه جديده ماشي 105 كهرباء جديده ماشي 135 ماشي 135 الف فهمتني. احكي لي على الموتور نتاع الدار تو ما تحلش فهمت، كل شيء قاعد على الاصل، كل شيء قاعد على الاوريجين، كل شيء قاعد طبيعي، كل شيء قاعد على الاوريجين، ما في حتى شيء ممسوس. ماهيش اكسيدونتي؟ لا امبوسيبل. قداش عمرها راهي؟ كهرباء جديده مواليد اخر 2019 212 فهمتني، 212 اخزر راهو 212 اي فهمت، كل شيء قاعد طبيعي، كل شيء قاعد على الاصل، كل شيء قاعد على الاوريجين. ادخل وريك فهمتني. حل الموتور خدمها ما شاء الله. الكهرباء من النغمه نتاعها تحسها قاعده طبيعيه، قاعده على الروجي، ما فيها حتى شيء ممسوس. كعبه فيس مش ممسوسه، كعبه فيس ما هيش ممسوسه. كل قايل انت كي هذه الكل على غالبا كيف ما كنت نحكي لك، الدنيا مربوطه بالفلاح، مربوطه بالامطار. انت فلاح اصلا؟ لا مانيش فلاح، انا مو بجي اخدم عندك الفلاح. الفلاح فلوس ما فماش، مربوطه بالامطار، كلنا احنا مربوطين بالفلاح، مربوطين بالامطار. قول لي قداش طالب فيها؟ والله انا ب 55 بيع. 55 بيع. قلت لي ماهيش خليجية قروية؟ اه قروية نتاع القروية. وشنو هو الفرق بين الخليجية والقروية؟ في السوزي الفرق الخليجية خليجية وفرق القروية كهيكل كصنع كالإيطاء نتاعتها فما أوبسيونات فهمتني؟ فما أوبسيونات مش كما الخليجية كما القروية. الأوبسيونات تاع القروية ذيك شنو هما؟ هذه أسيستي كليماتيزور بولار الكتريك فهمت. الخليجيه شنو حاجات الموجوده فيها؟ والله تنجم تكون فيها نحكوش على نحكو على الدي ماكس، نحكو على الترواليتر، نحكو على الانجكسيون، خاطر فيهم برشا انواع دي ماكسات. فيهم الدو 5 فيهم الدويل تو هذه نتاع القروين، صنع القروين ان شاء الله. طيب كهرباء قاعده طبيعيه، كل شيء على اصله، كل شيء قاعد على الاوريجين، ما مسوش فيه حتى شيء ما شاء الله. ربي يبارك. طيب عاود لنا السوق وللي باش يحب يشري وقاعد يشوف شنو تنجم تقول له؟ نقول له ياخذوا بالجارانتي، وكان كاتب حاجه ربي يسهل فيها وكا. انت وين تو في السوق؟ انا في سوق المروج نتاع تونس فهمتني. اعطيني رقمك باش اللي تنجم تتصل بيه. اخويا مرحبا بك، ما عندكش حتى مشكل. اعطيني رقمك، قول له رقمك. رقم التليفون 96 158 437. عاودوا بالشوي. 96 158 437. والله تنجم كهرباء تربح فيها زوز ملايين كما تنجم كهرباء تخسر فيها 3 ملايين. انت خدمتك هذه سؤال، اسكو انت اكيد تربح وتخسر؟ نعم. اكثر حاجه ربحت فيها واقلها كيفاش؟ والله كل مره كيفاش تفهم فيها، كل مره كيفاش. مرات كهرباء تقعد عندك 3 شهور ما تبيعش، مرات كما كهرباء تقعد عندك جمعه تتباع هكا. اي مرات تضرب عندك حتى جمعتين تتباع فهمتني. هكا السوق لهنا شنو احواله؟ قاعد فما جاوا شكون يساوم؟ والله يسمعني قشاره الناس كلها دبر في روسها، السوق ميت، عرضات ولا السيزون تاع القرايه، عباد خارج من المهرجانات، خارج من العروسات، خارج من فهمتني من العيد الكبير، عرضتها فتره نتاع قرايه، المطر ناقصه كما يرحم ربي وكاو، خاطر احنا مربوطين بالفلاحه، الفلاحه ما فماش المطر ناقصه فهمتني. الظروف عندها تاثير. احنا مربوطين بالفلاح، اذا كان الفلاح اموره متيسر واموره ماشيه فما مطر تنجم تقول ذاك الكوميرس ماشي فهمتني. انت السوق هذه ديما تجي ولا عندك سوق اخرين تمشي؟ والله نمشي المدنين، نمشي للسوده، نمشي للصفاقس فهمتني. والاسواق هذه الكل تمشي لها؟ انا السوق اللي ترى ديما ترى فيه روحك وترى فيه برشا بيعان وبرشا اقبال. تنجم تقول سوق للسوده وسوق تونس فيها شويه حركه على السوق الاخرى فهمتني. ولا الاسوام هذه معناها انا هو الاوقات اللي تكون فيها غاليه برشا والعكس؟ والله في تنجم تقول في الصيف ما قلت كما حكيتك من بكري، فما عروسات، فما مهرجانات، عرضتها قرايه، تنجم تقول المواطن ناقص شويه فهمتني. جست من بعد القرايه تتحرك الامور شويه فهمتني، تبدا فتره بتاع زيتون مثال، تبدا صبه بتاع زيتون مربوطه بالفلاحه كما قلت لك فهمتني. انت اكثر كره قداش عندك في الدومين هذا؟ والله عندي برسك 10 سنين. اكثر كهرباء سوم كهرباء بعته واقل سوم كهرباء بعته؟ والله يسمعني تنجم تبيع كهرباء ب 60 مليون كما تنجم تبيع كهرباء ب 35 مليون، كل مره كيفاش. ما تحكمش عليا، مرات تلقاها دي ماكس قرويه، مرات تلقاها دي ماكس خارجيه، مرات تلقاها سوزي 10 زويل قرويه، كل مره كيفاش.
هاك شوف يجي يقلب ويتفرج ويمشي وسوما ما فماش. انت قلت لي تجي من بير العفيسي الجزيره اكيد فما مصاريف باش توصل لهنا قداش تقريبا؟ طبيعي تخرج من بير العفيه في اتجاه تونس تخسر 300,000 300,000 بين مصروف الطريق بين فطور مرات تبدا انت تعب تجيب معك شوفير كونسوماسيون تاع مازوت فهمتني؟ والمصاريف هذه الكل شكون باش يدفعها في الاخر المواطن؟ باش يضر فيها مول الكهرباء باش يضر فيها المواطن معناها باش تزيدوا على السوق باش باش يعمل الغرب مرات كهرباء قلت لك تلاقي في الزملية مرات كهرباء تخسر فيها مليون كل مره كيفاش مره الفوق مره اللوطه. انت تشري وتبيع هكا ولا؟ اي نشري ونبيع. وتتشي حالات بتاع مثلا تغشيت في كهرباء ما لقيتش روحك؟ اي تصير حالات تعملها اونترتيان تبدلها اربع عجل مرات تطيح في موتور ضعيف تعمله ريفيزيون مرات تلقاها طوله مش هذاك الكل تعملها صيانه اونترتيان عند طوله مرات تلقى فيها روتوش بتاع الكتريسيان فهمتني؟ في نفس الوقت بما انك انت عندك مده قلت 10 سنين وتتك حالات تغشيت في الكهرباء تغشيت مش مره مش اثنين مش مره مش اثنين مثلا تلقى الكهرباء تلقى موتور ضعيف لازمك باش تعملوا سيجمون ولا تعملوا ريفيزيون فهمتني؟ في اي سوق كراهب ولا غير سوق الكراهب تلقى فما عباد اللي يبيعوا يكونوا معناها يوريو للكليون كل شيء وهو يحكم انت مع منهم تنجم تطيح في واحد ما يفهمش مثال تنجم تطيح في واحد ما يفهمش واحد بيجي باش ياخذ كهرباء مثال ما يفهمش اي توريه انت ولا من مسقط لا باش نقول له راه الموتور ضعيف ولا نقول له راه العجله هذه راهي خايبه ما تمشيكش ولا راهي طوله لازمتها خدمه وكل فهمتني انت باش بطيعه ما تنجمش تغش الخضر الصبح الخضر انت برسك كل نهار حد في تونس كل نهار حد في المروج خضر انت ولد سوق ما تنجمش تغش باش حاجه تخبيها باش جوست معناها ما توريهاش يس هي الخضر احنا خدمه كلها ثقه راهي مبنيه على الثقه السوق فيه خطه ثقه ما تنجمش تخدم انت كتاجر صمتك قبل الفلوس صمتك قبل الفلوس فهمتني انت بما انك عندك خبره في الدومين هذه موتيتك في حاله نتاع بعت كهرباء ومن بعد ما صحش ولا رجعت لك ولا كذا والله صار مثال تبيع كهرباء تاخذ عربون 200,000 ولا 300,000 تروح ينجم هذاك يقول لك خويا تجيب الميكانيسيه نتاعي راهو اليوم مش متفاضي من بيتها في الكيوسك ولا نتقابلوا في القروان نقسموا المسافه يجيب معاها ميكانيسيان يقلبها وكل تنجم ما عجبتوش بعد ما تفهمت بعد ما تفهمنا ودفع عربونه فهمتني بعد ما تفهمنا ودفع العربون نتاعو يكون قايل العربون لهنا ترجعوا له الحقيقه الحقيقه ترجعوا له قدام ربي باش تاكل الحرام نتاع ما تنجمش ما تنجمش خاطر قلت لك سمتك معروفه في السوق في المقابل زملائك فما اللي رجعوا فما اللي ثم اللي رجعوا ثم اللي ما رجعش كل واحد والكاركتير نتاعو ها راهو حلال قدام ربي امام جامع فهمتني هو العربون حلال قدام ربي مي كل واحد والكاركتير نتاعو كل واحد والكاركتير نتاعو يزيد يصرف 100 دينار ويجي يجي يشتري اي نعم فهمت يكمل لي اي معناها فما اللي رجع وفما اللي ما رجعش ثم اللي رجع وفما اللي ما رجعش انت واصل عبد تربيتو والله مره من مرات عندها برسك 5 سنين باعت كهرباء ميتشي وبيت هنا في الكوسك نتاع فوشانه وروحت للبر حفي وتميت جي قمت الغدوه الاساس باش نكمل الاجراءات الكتيبه والكونترا والكل جاء قال لي اخويا نحي لي زوج زملايين راهي الكهرباء ما عجبتنيش قلت انا ما نجمش نحي زوج زملايين نورمالمون واحد اخر ما يعملهاش فهمت قلب الكل جاب ميكانيسيه قال لي اخويا راهي فيها وفيها 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 قلت انا ما خسرتكش اعطيتني 500 دينار عربون كان كاتبه حاجه اهلا وسهلا مش كاتبه مش كاتبه وقد صار ورجعت العربون نتاعو 500 دينار قسما بالله العلي العظيم تدخل فيها الاخلاق والتربيه والاصل والله راهو اسمع لي كل انسان كيفاش تربى فهمتني انت معناها العربون قول لك ما تاخذوش العربون تاكل توكل صغارك هو حليل قدام رب العربون مي ما تجيبش توكل صغارك وهذاك يعني بيا ربك كيفاش ملقطها بالصوار خدم عليهم رمى خدم عليهم نجار راهو مسلفهم من عند خوه من عند عمه من عند نسيبته اديني معاملات راهي فهمتي اديني معاملات انا كمواطن طيب نعم ما عنديش فكره على الميكانيك ايوه بي. شنو الحاجات اللي تنجم تقولهم لي باش ما نتغشش والا نشري حاجه نحب عليها شنو الحاجات اللي يلزمهم يلزمني نسال بالنسبه للحقيقه بالنسبه للميكانيك الميكانيك تنجم تجيب معك ميكانيسيان يقلب لك وحتى ولو انت ما تعرفش اكيد راهو عندك واحد في العائله يعرف البيع ويعرف من الخيب المعاينه
احكي لي على الحاجات اللي ما يلزمنيش نغلط فيهم ويلزمني شنو مثلا كشنو؟ انت قول لي انا مثلا مواطن ما نفهمش برشا ميكانيك، شنو حاجة لازم نشوفه من الاول باش يستحيل كان يجيك واحد ما يفهمش الميكانيك، العباد كلها ولا تفهم في الميكانيك تو، حتى في صورة ما هو ما يفهمش الميكانيك يجيب معاه ميكانيسيان، يجيب معاه طولي، يجيب معاه الكتريسيان، المفيد يفهم في دومين الميكانيك. فهمتني؟ يستحيل كان باش انسان يجي باش ياخذ كهرباء نتاع 55 مليون وما يفهمش. أكثر بيجيبوا شيء طبيعي، حاجة معروفة. فهمت.